في إطار الملتقى الثاني لجواهر فاس ودرره دورة فاطمة الفهرية أم البنين، يسعدنا أن نكون في هذا المكان الذي يعبق بالتاريخ مع شاعرة لها حمولة تاريخية تؤكد أن هذه الدورة التي تحمل اسم حضارة الإبداع وإبداع الحضارة، لأن هذه التي تقف أمامنا وهي شاعرة مقتدرة هي خالة إحدى المكرمات التي هي هبة الفاسي الفهري، ولا عبث أن تكون هذه الدورة هي دورة فاطمة الفهرية أم المبين. مرحبا بك الأخت زليخة. أهلا وسهلا، شكرا على هذه الاستضافة. ملتقى جواهر فاس في نسخته الثانية لرابطة كاتبات المغرب لجهة فاس مكناس برئاسة الشاعرة المقتدرة للا رتيبة الهادي، أبت إلا أن تكرم فاطمة الفهرية في هذه الدورة نظرا لحمولتها الثقيلة هنا في مدينة فاس، والتي من خلالها نكرم المرأة بإشعاعاتها القوية والمتفرقة لا في الحضارات ولا في الأدب ولا في التاريخ. نعم، وأبينا إلا أن نكرم آخر حفدة أصغر أو أصغر حفيدة فهرية تكون هي ابنة وبنت هي من سلالة فاطمة الفهرية. إذن فيا للهبة الفاسي الفهري وهي ابنة أختي، وأنا سعيدة جدا بهذا التتويج وهذا التكريم لهذه الابنة الصغيرة. نعم، كيف يمكن للإبداع أن يكون حضارة وأن تكون الحضارة إبداع؟ نعم بالطبع، فالحضارة هي كلها إبداع، وجميع أنواع الحضارات هي إبداعات يعني متنوعة، فالإبداع هو الحضارة، والبلد بدون حضارة وبدون إبداع يبقى دائما متأخر كما يقال. إذن يعني للبلد حضارته يجب أن تكون متنوعة، كما يجب أن تكون ثقافته متنوعة ليكون هناك يعني مزيج من الحضارات المتنوعة أيضا. أنتم كرئيسة فرع رابطات كاتبات المغرب بيسفرو، ماذا يمكن أن نقول عن إسهام الأدب النسائي في تطوير الثقافة المغربية والحضارة المغربية بشكل عام؟ نعم، بما أننا رابطة كاتبات المغرب نحن نشكل جسد واحد وهو جسد للرابطة في جميع ربوع المملكة، وكذلك في جميع أنحاء العالم كما في جميع الدول هناك، ونحن دائما يعني نتتبع جميع المغاربة الذين هما المغاربيات كما نقول اللائي هن في جميع أنحاء العالم، فكذلك هذا تتويج للرابطة من حيث الثقافة النسائية ولا من حيث الإبداعات النسائية. وأنا بما أنني رئيسة لصفرو أتمنى لصفرو كذلك أن تكون لديه نساء لا يعني يكتبن في الظل، أن يبرزن بمواهبهن وبإبداعاتهن أيضا. يقول أحد الشعراء: وكل جنس له نقص بمفرده، أما الحياة فبالجنسين تكتمل. هل ستكتمل جلستنا هذه بالجنس الذكوري أم هي ستكون مقتصرة على النساء؟ لا لا لا، لا بد للجنس الذكوري، وما أن مجتمعنا هو ذكوري فنحن رابطة كاتبات المغرب نريد أن يكون مجتمعنا نسائي، لكن لن نستثني الرجل في هذا في هذه الرابطة، لا بد للرجل أن تكون له بصمة. شكرا أستاذة زليخة. شكرا لك.